الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، عباد الله، إن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، عباد الله، في هذا المقام وفي هذه الخطبة نقف مع سورة من كتاب الله جل وعلا من السور القصار، ولكن فإن كانت هذه السورة قصيرة في مبناها فهي عظيمة في معناها. نعم، إن العلم هو كتاب الله. إننا يوم نعيش مع كلام ربنا سبحانه تالين، متدبرين، متأملين، منتفعين، فلا ننتظر إلا الخير في حياتنا في الدنيا والآخرة. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. إذن اليوم نعيش في رحاب هذه السورة، سورة التكاثر. يقول الله تعالى في أولها: ألهاكم التكاثر، أي شغلكم أيها الناس، تكاثركم في أموالكم، في أولادكم. والتكاثر هنا الذي يكون مقرون بالتفاخر. ألهاكم التكاثر في الجاه، في المنصب، شغلكم التكاثر في كل ما يدخل في ذلك. ولذلك كم فهذا يفاخر بأولاده، وذاك يفاخر بماله، وذاك يفاخر بعشيرته، وذاك بأتباعه وأنصاره، وذاك بملكه وسلطانه، وذاك بجنوده. ثم لهو وانشغال عما خلق الإنسان من أجله، وهي عبادة الله. قال سبحانه جل وعلا: إيش ما المراد بألهاكم التكاثر؟ أي شغلكم، وقد سمعتم معنى التكاثر، شغلكم التكاثر عن طاعة ربكم، شغلكم عن الغاية التي من أجلها خلقتم. فرب العالمين يبين حال خلقه، وكيف أن الغفلة قد ضربت أطرابها، فشغلوا عما خلقوا من أجله. قال تعالى: واعلم أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر وتكاثر في الأموال والأولاد. انظر، وتكاثر في الأموال والأولاد، لهو، لعب، زخارف فانية، متاع زائل. ألم ينزل هذا الخطاب من ربنا يوم نزل على أمم قد ذهبت وقرون قد فنيت وساوى وانتهت،
فهل تكاثرهم وتفاخرهم في أموالهم وأولادهم أوقفهم في الدنيا فصاروا من الخالدين؟ لا، بل لا بد من الرحيل يا عبد الله. الله يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. سبحان الله. مع أن المال والأولاد مما جبل الإنسان على محبتها، فحياته لا تستقيم ولا تقوم إلا بها، ولكن انتبه، احذر أن تشغلك هذه الأشياء عن طاعة ربك. ويا ليت الأمر وقف عند هذا، أن الشخص يشغل أحيانا بمباح، بل شغل الناس بالمعاصي، شغلوا بالمنكرات، شغلوا بالغفلة. نعم، فراغ وضعوه في غير موضعه الذي أمر الله به، فتخطفتهم الشهوات والشبهات يمنة ويسرى. يا عباد الله، يا عباد الله، يقول الله عز وجل عن مؤمن آل فرعون وهو يناصح قومه ويراجع من كان يقول: ما علمت لكم من إله غيري، ويعظ من كان يقول: أنا ربكم الأعلى، ويراجع من كان يقول: ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، وهو يخاطب وزيره. قال الله عنه: يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع. وإن الآخرة هي دار القرار. صدق أو ما صدق؟ صدق والله. متاع يتمتع به ثم يضمحل. فأين فرعون؟ وأين جنوده؟ فرعون ذي الأوتاد، أين بطشه وقوته؟ أين من كان يذبح الأبناء ويستحيي النساء؟ أين من استكبر؟ فاستكبر وجنوده في الأرض بغير الحق وكانوا ظالمين. فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. وربما أني أخطأت في الآية، والذي أريد بعد ذلك: فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم. انتهى أمره وانتهت الصورة فرعون. معناه مهما تمتع الشخص في هذه الدار ولو لدهور وأعوام، أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. لا إله إلا الله. ذرهم يتمتعوا، اتركهم. الكفار ومن شابه الكفار أيضا، ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الأمل، شغلهم طول الأمل فسوف يعلمون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال الكبير شابا في اثنتين، قال: حب الدنيا وطول الأمل. الله أكبر. تراه قد رق عظمه وشاب شعره وانحنى ظهره، ولو جلست معه لوجدته متعلقا بالدنيا أكثر من شباب بجواره. لا يزال الكبير، قال عليه الصلاة والسلام، شاب في اثنتين: طول الأمل، حب الدنيا وطول الأمل. قال جل وعلا بعدها: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، معناه بقيتم مشغولين، بقيتم في لهو وانشغال حتى دفنتم وذهبتم وسرتم من أهل المقابر. ولذلك انظر إلى قول الله: حتى زرتم المقابر، لم يقل حتى صرتم من أهل المقابر لتعلم يا عبد الله، إنما هي زيارة، هي زيارة ومرحلة مؤقتة
يعيشها الإنسان في دار البرزخ ثم يبعث في يوم القيامة حتى زرتم المقابر. أنا يا من تلهوه، يا من لهوت بمالك هل سيرد عنك الموت، يا من لهوت بجاهك، يا من فتنت بمنصبك، يا من اغتريت بأنصارك وأتباعك، كل هذا سيذهب ويضمحل ويأتي اليوم الذي تردد بلسانك ما أغنى عني مالي هلك عني سلطانية. جاء من حديث عبد الله بن الشخير وفي رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم تلا قول الله ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، ثم قال يقول ابن آدم مالي مالي، مالي هذا حقي المال، قال فيقال له يا ابن آدم هل لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت ولبست فأبليت وتصدقت فأبقيت. وفي رواية أبي هريرة قال وما سوى ذلك فتارك فذاهب وتارك للناس. يا صاحب المال لو كنت تملك مليارات ما لك من هذا المال إلا ما أكلت فأفنيت أو لبست فأبليت أو تصدقت فأبقيت، ما زاد عن ذلك أين سيذهب؟ ستموت وتتركه لمن خلفك. عباد الله، جاء عن ميمون بن مهران كما ذكر ابن كثير في تفسيره عن عمر بن عبد العزيز قال أنه قرأ قول الله ألهاكم التكاثر التكاثر، قال ثم سكت هنيهة قليلا، ثم قال عمر بن عبد العزيز قال والله إنها زيارة. تعرفون إيش معنى الزيارة؟ شخص يزور مكان ثم يعود إلى مكانه، فهو يقول والله إنها لزيارة ثم يوشك الزائر أن يعود. فإلى أين العودة بعد القبور؟ إما إلى جنة وإما إلى نار. قلت ما سمعتم وأستغفر الله لكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يتبع الميت ثلاثة: أهله وماله وعمله. فيرجع اثنان يتبعه في جنازته، يرجع أهله وماله ويبقى عمله، ويبقى عمله. أخي المسلم، ألا تأخذ العبرة ممن حولك؟ ألا تنظر إلى من تفاخر بملكه وسلطانه كيف زال بين عشية وضحاها؟ ألا ترى إلى من ملك الدور والقصور وكان يذكر عنه أنه من أغنياء الناس في الدنيا، فاجأه الموت فذهب كأن لم يكن شيئا؟ ألا ترى إلى من حولك وكيف أن الموت يتخطف الناس، يتفاخرون يتباهون يتقاتلون يتصارعون على الملك، وإذا نظرت إلى حقيقة الكل يسقط ويسقط ويسقط وينتهي ويزول ويموت ويرحل عن هذه الدار، فاعتبروا يا أولي الأبصار. ثم المرجع إلى العزيز الغفار، قال تعالى حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون. كلا أي ما الأمر على ما أنتم عليه من اللهو والانشغال، وليس هذا بطريق سديد سينفعكم. كلا سوف تعلمون. يا أيها الكافر، يا أيها المجرم، يا أيها البعيد عن الله، يا أيها المعرض عن دين الله، يا أيها المنكر للبعث وغير ذلك ممن يصلح معه الخطاب، سوف تعلمون عاقبة لهوكم وانشغالكم، سوف تعلمون عاقبة التفاخر بدنياكم بأموالكم بسلطانكم. ولذلك أكد الله هذا الوعيد بقوله كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون. كلا أي حقا لو تعلمون علم اليقين
أي لو تعلمون علما يقينيا لا شك فيه، لو تعلمون بأمر البعث والنشور والجزاء والنقاب والوقوف بين يدي الله، من شغلتم؟ من شغلتم عن عبادة ربكم ولا لهوتم عن طاعته؟ ولذلك أقسم الله بعدها مهددا لكل كافر، لكل مجرم، لكل صاد عن سبيل الله، لكل منكر للبعث والنشور، ممن إذا ذكرت الجنة والنار بين يديه قد يضحك ويستهزئ ولا يبالي، وربما صدر من لسانه الإنكار والسخرية بأهل الإيمان. قال الله عز وجل بعدها: كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم. واللام هنا وفقني الله وإياكم وأرضى جواب قسم، أي أن الله أقسم، والتقدير والله لترون الجحيم، أي والله لتشاهدن النار، لتشاهدن النار، وبرزت الجحيم لمن يرى. فهذا المجرم الذي استسلم للإجرام والشيطان في الدنيا، الله يقول: ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم واقعها ولم يجدوا عنها مصرفا. أيقنوا بعد أن جعلهم الله يرونها أنه لا مفر لهم ولا مهرب ولا ملجأ من النار. لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين، أي لتشاهدنها مشاهدة لا شك فيها ولا ريب. ثم يا أيها الناس، ثم يا أيها الناس، قال الله: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. كم هي نعم الله علينا لا تعد ولا تحصى، ولكن الغفلة لو نزلت على الواحد منا مصيبة واحدة لنسي كل النعم التي هو متنعم بها: نعمة الهواء والماء والصحة والغذاء والمال والولد والسب، ونعم في نفسه، نعم في كذا، نعم لا مجال لتعدادها. هل فكرت أيها المسلم وأنت تقرأ هذه الآية أنك ستقف بين يدي ربك فيسألك: أنعمت عليك يا عبدي، أنعمت عليك يا عبدي، أعطيتك سمعا وبصرا، رزقتك مالا وولدا، جعلتك في صحة، أسكنتك في دار، حصل لك كذا وكذا من النعم، فماذا فعلتها بها وكيف تعاملت مع ربك بها؟ ولتسألن يومئذ عن النعيم. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. ومعنى الحديث: نعمتان مغبون فيهما، أي الكثير من الناس مقصر في شكر الله على هاتين النعمتين، ومن لم يؤدي الواجب فيهما فهو مغبون خاسر. الله نعم عليك بنعم وأنت لا تضعها في الموضع اللائق الذي أمرك الله به، أليست هذه الخسارة؟ أليس هذا هو الضياع؟ ولذلك جاء في الحديث الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام خرج يوما من بيته فلقي أبا بكر وعمر، أختصر الحديث، فقال: ما أخرجكما من بيوتكما؟ قالوا: يا رسول الله، ما أخرجنا إلا الجوع، جوع، اليوم أكل وشرب، ويتقدم الواحد منا يتغدى وبين يديه ربما ثلاثة أصناف أو أربعة، ثم تسأل: كيف حالك يا فلان، كيف أنتم؟ يقول: والله تعب، وإحنا في وضع، ونحن كذا، ويشتكي ويشتكي لأن عنده نقص كبير في الكماليات، أما الضروريات في الغالب تكون موجودة، يأكل ويشرب. الرسول يخرج، الصحابة يخرجون، قال الرسول عليه الصلاة والسلام: والله ما أخرجني إلا الذي أخرجكما. فذهبوا إلى رجل من الأنصار ففرح بوجودهم وأضيافه، فذبح لهم وشربوا لبنا. ثم التفت النبي عليه الصلاة والسلام إلى أبي بكر وعمر وقال: لتسألن عن هذا النعيم يوم القيامة، ما أخرجكما من بطونكم بيوتكما إلا الجوع، وقد أصبتم هذه النعمة. نعمة مرة، سبحان الله، الشخص يكون جاع ثم يأكل عن جوع ويشرب شربة من الماء
عن عطش وعن ظمأ؟ هل فكرت في هذه النعمة؟ هل فكرت؟ وهل فكرنا جميعا؟ ولذلك انظروا، دخل ابن سماك الواعظ على أحد أمراء المؤمنين ولعله الرشيد، فدخل عليه فقال له أمير المؤمنين: عظني يا فلان. قال: يا أمير المؤمنين، وقد رآه، وقد رأى شخصا من العاملين قد قدم شربة ماله. قال: أرأيت يا أمير المؤمنين لو منعت هذه الشربة، أي أنت في أمس الحاجة لها ومنعت منها؟ قال: والله لأهابن نصف ملكي، سأتنازل عن نصف الملك من أجل شربة ماء. قال: أرأيت يا أمير المؤمنين لو شربتها وما خرجت منك؟ يريد يقول ما يقدر. هل نحن نفكر؟ ما يدري بنعمة التبول وقضاء الحاجة إلا من سار متعبا في هذا الباب. قال: والله لأهبن نصف ملكي الآخر. قال: يا أمير المؤمنين، ملك لا يساوي شربة، ملك لا يساوي شربة. فبكى رحمه الله. فيا إخواني في الله ويا عباد الله، الله يقول: لتسألن يومئذ عن النعيم، لتسألن يومئذ عن النعيم. نعم الله نعيش في ظلها ليلا ونهارا، أين نحن من الشكر؟ أين نحن من الطاعة والانقياد؟ أين نحن من الخضوع والاستسلام لله؟ أين نحن من المبادرة لأداء الصلوات الخمس في أوقاتها؟ أين نحن من تلاوة القرآن بالصورة المطلوبة؟ أين نحن من الذكر والتسبيح؟ أين نحن من الإقبال على الله وحلق العلم؟ أين نحن من التوبة والعودة إلى الله؟ كل ذلك داخل في شكر الله وشكر نعمه. فإذا شكرت ربك فأبشر، نعمه ستكون تترى وتزيد. وإذ تأذر ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. اللهم اهدنا بالهدى وزينا بالتقوى، اللهم أعزنا بطاعتك ولا تذلنا بمعصيتك يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك قريب مجيب الدعوات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر المسلمين في فلسطين يا رب العالمين. اللهم فرج عنكم كربتهم، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم عليك باليهود المجرمين الكافرين المعتدين، اللهم اجعل كيدهم في نحورهم واجعل الدائرة عليهم. اللهم انصر المسلمين في فلسطين، اللهم افرغ على قلوبهم صبرا وثبت اقدامهم وانصرهم على اليهود المجرمين المعتدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وأقم الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن